به. الرأي قالته فئة الفزع، وفئة الفزع معروفة بصراحتها. صراحتها اكستري فيديو تقعد بهتة من الناس اللي قالت ولو يخرجوا لايفات يطلبوا في الفلوس، وهذه ظاهرة موجودة. نسمعوا فاتن شنو قالت. تعرف انا شوكي، فما الناس تحل لايف واللي تطلب الرافيهم يطلبوا، معناها يتسولوا فينهم الداعمين، ندعمك على شنو؟ ولا حتى سوغ انستغرام هاني هبط البوست الفلاني شجعوني. شو معناتها نشجعك انت؟ شنو اللي عملت؟ معناها انت جابر باش نشجعك؟ شو معناتها شجعوني؟ كانه عبد مشى يخدم يقول للعباد بجاه ربي انا خدمت اليوم، اي اقفوا اعملوا لي ستاندينغ اوفيشن وصفقوا لي على خاطرني خدمت خدمتي. خدمتك تخدمها تتخلص عليها، وما فهمش عليه الشجع فيك، معناها عليه نشجعك اما مش باللايكات. ما لازمش يوليو اللايكات هما عنوان النجاح. فوالا، معناتها اللي يعملوا لايفات ويبداوا يطلبوا يظل فما فاست السيوده وفاست النموره وبعث لي نمر وبعث لي سيوده، شكون هما ذوك واش عاملين؟ معناتها فما اللي يقول هذوما من حقهم، فما لايف يصوروا فلوس يخدموا، فما اللي يقول لا. انت وليد شنو رايك؟ لو كان ربما ثم ناس لقات ثنيه اخرى. ثنيه اخرى هو حل لايف والعمل كذا تلقاه ثنية لابسة دون، لابسة غونيل في 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 لايف، ماهيش لويسيت وماهيش غوبنوي، اسمها غونيل. هل تبعوا فيها؟ اسمها غونيل، هما يستعاروا بها كلمة غونيل. شو هي الجمهور يتفرج فيها ولا لا؟ احنا الجمهور يتفرج فيها. هي اسمها اي الجمهور ما يعرفش غونيلا؟ ليه هو يتفرج؟ ما هو الجمهور هي تبيع في الغونيلا. شنو اللي نقول لك؟ هي تبيع في الدعاره الالكترونيه، والاخر يبيع قاعد لي في بانو نتاع وي انا وزع انا سمكه ولا شنو؟ انا سمكه وانا الراجل يحب في روحه هو نوفل. تبجى ربي يا اخي شبينا تقلب يعني. فما عباد ساعات نحس الحقيقه على ترتوش لسانهم. سامحني يا اخي، الراجل يحب في روحه. هاي نسمي لك خويا الراجل مش اذكر، الراجل اللي يحب بوليس يهينو خاطر هذاك راجل قبل ما يكون بوليس، دونك ما نعملش حاجه طيح لي قدري مع راجل. الراجل ما يمدش يد، الراجل ما يحبش الفلوس البارده، الراجل ما تصرفش عليه امراه، الراجل وقت اللي يدخل فيه حيط يعيش كان باليمين. احنا اليوم في عصر لو كومبيان مش لو كومون، دونك مش مهم فاش تعمل، المهم قديش تعمل فلوس، خاطر ولينا نعيش بعينينا. اما البنات غادي انت لا هزيتهم في ضيف، فما شكون حتى بالخمار وشوف عليها ضحى مثلا. لا 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 ما تردهمش الكل فرد ثنية. لا لا ما قلتش فما قانون جي فما برشا ناس. اي واحد يستعمل في روحه سلعه ارخص المتاع، يا مشايخين وعاملين جوهم الحيوانات خير، الحيوانات عندهم جوهم يعمل كونتوني خلقين. هم قلنا باش نتكلم وي ما عندوش رحمه. انا سعد يعطيني رايك وبعد وليد مثلا. انا راي وليد مثلا بسرعه كل واحد. انا تو مثلا راي وليد هبلني تو مثلا. ليه شنو ثنية اخرى؟ ولينا نشرع ولا غلطت يا وليد؟ ليش نشرع؟ هي حل انت عبيد عري عبيد لازم تتبع فيها. لا يا ما تشرعش انت بالذات، ما تشرعش. شو تشرع الغلط؟ شرعت لشنو؟ ودينا ثنية حلوها ثنية فساد. اسمعني لا 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 رد بالك يا اخي. علاش ديما نمشيو لحظه اوعى بد عليه دي بدي بد عليه غادي. سامحني نحكيو على اللي قاعدين شي غلطين فاش نتفرج. ثم مش نحكي لك غادي، انا قلت لك هما كذا ما لقيت الثنيه هذيك. خلي تجيو صافي بالحق. علاش احنا نغزروا كاين الجانب المظلم؟ فما ناس تعمل في كونتوني سور تيك توك، فما برشا. علاش ربطينا كان بالفساد وبالغونيلا؟ علاش نجم؟ لا انا انت تتبع فيهم اللي جمعت الغونيلا. انا نحكي على كونتوني الاغلبيه انك تحط تليفون. سامحني انا كي نحط تليفون قدامي، انا كان جيت طفله مثلا، انا لحمي غالي علي، انا ما يشوف لي البوزيسيون هذيك كان راجل. عايش اختي والرجال قلنا فما راجل. تو فما راجل يا رسول الله في الدنيا مطهرينه، جايبته امه حبلت بيه، واكلينه مشربينه، حاط روحه في بانو ماء. انا سمكه باش يعطيوه الفلوس. علاش تخزر صفي تنجم تحل لايف وتبدا كبس كيفهم ويمرمي لكن يعلموني شنو هي كبس وما نخرجش عليه. كبس على الفلوس لازمك تعمل حاجه تخلي الناس تتفرج. شنو هي الحاجه؟ فما حاجه ديليميت. ايماجين توا شنو الحاجه تخلي فما ديليميت. سامحني انت تعمل كونتوني فيه ديليميت. نتحداو بعضنا نحلوا تيك توك تونسي توا. انا في الباتو فما ممثلين ديليميت اللي عندنا في تونس. علاش اون سوليميت؟ شوف لي زاميريكان في تيك توك فما ممثلين ومغنين في تونس يعملوا كيك برشا. انا منهم
انا اليوم نستغل في المنصه تعمل كبس كبس ليه ليه لطف علي ما. ليه علاش لطف عليك يعملوا الممثلين فما لا 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 ليه مش انا نستغل انا نستغل كبس نحب نفهمها كبس خان كبس يعني حط جيب سفيان نفهمها كبس كبس شنو سفيان لا كبس كبس الناس اللي تحكوا فيه كله ولا نعرفوا شنو هو ابشر روح يكبس راسه الحياه اللي صارت انا لا نتفرج فيه ولا نجم نعمل كيف ولا انا عندي بيني وبين الجمهور حويجه واحده يا تلفزه هنا يتفرج في مسلسل ولا كذا كان يعجبته مرحبا به كان ما عجبتوش هذاك اهو يا فيلم يا مسرحيه كان قص لي تذكره وجاي تفرج فيها مرحبا به كما قص لي فما ناس دخل برشا فلوس سفيان فما فلوس في التيك توك ما نعرفوش انا والله لا ماهوش مهم فما ناس دخل برشا فلوس نغزروا علاش نغزروا ما نغزروا شنو الحاجه اللي دخل برشا فلوس ويا نعملوها جوستومون عيش بالكم بيا مش لكم راهو والله سي جراف اللي قلت وليد وليد سي جراف اي جراف اش معناه سي جراف سي جراف هذا نقول لك لا مش سي جراف انا مش عادي كلكم تتكلموا سي جراف تو جراف شو اللي جراف هم عاملين تيك توك دخل ما يتفرجوا فيهم الملايين كبس كبس وانا سبك ما يتفرجوا عبيد مكبوتين شنو اش مدخلهم يتفرجوا على القهوه الارضيه خلينا نتكلم قبل تتكلم خاطر شي جراف يا اللي قلته يا سيزار جراف على الاخر ما يسالش اقنعني رايك نحترمه انا انسان كيما نقولوا احنا بار اكزومبل القانونجي محلاه القانونجي صديقي ما يصورش فلوس قد اللي يصوروا اكلي ملغص روحه بالماء وكل يصب على روحه الفارينة بيان سور اما عنده قيمه انا صحيح اما عنده قيمه وراجل هاو الحاج هاو كونتينيو الاغلبيه ماهيش قيمه لا 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 اللي قال الربح السهل الربح السهل ما نعرفوش اللي قالته فات الفازع انا معاه 1000% معاه انا لحظه خلي وليد يحكي بلال يحكي وحده بعد خذ راحتك بعد بلال خليه يكمل الجمله ومن بعد انا معاه اللي قالته فات الفازع فضيحته انك تحل الفيسبوك تحل التيك توك كبس كبس هذه كبس كبس عبيد يعملوا في جيميت ابارامون شكون يطلع حصيله ويبدا فما كبس الحاجات اللي عملهم لك تصرفوا فما داعمين انا عجبتني برشا موضوع ثاني خلينا نحكي المهم انت لازمك تعمل حاجه بشو يعطيك الفلوس عبيد تقول لك بار اكزومبل شنو هو بار اكزومبل يعطيك في الاخر كونسيبت كباري كونسيبت كباري انت تعمل حاجه والناس ترشق عليك كباري بخيفه كباري ممتع زي خمسة من لا لا مش كباري ديجيتال الكباري راهو فيه على الاقل الفنان يغني اعطي كلمه لوليد كلمه لوليد هي تو فات الفازة حكي حكايتي فات الفازة اهلية الباز يا اخي شنو؟ ايش مدخلنا غير؟ ليه نحكي لك معناها تو على الكلام اللي قالته هي الكلام اللي قالته الكلام اللي قالته هي يا اخي ما هي شنو هي كونتر شنو معناتها كونتر كونتر انه واحد يتعامل مع روحه كانه سلعه كونتر الطلبه اصلا كونتر الطلبه سامحني هي سامحني تو هي في الكتب نتاعها في الروايات نتاعها يا اخي شنو فيش قاعد شنو تكتب فيه زاد تو تقارن في وحده تكتب في كتاب وحده جدك وليد شنو تقارن في وليد شنو اخي كاميرا كاشير فما شكون يقول لحظه ربح جوايز ربح جوايز شكون يقول الكتيبه بالدرجه مش ادب يعني نحكي لك بوليميك اخر في الخي ولا مش ادب كاتبه المراه بيع اكتب تكتب معناها بيع اكتب بيع اكتب بيع اكتب نعم معاك بيع اكتب ما يبيع شو الكونتينيو شو الكونتينيو نتاعك كونتينيو شو الكونتينيو يا ودي على الاقل ادب خايب بيه لا ما لا ما تردوا الناس زاد الناس اسئله ما تردوش الناس اسئله زاد ماهيش ماهيش فتوى تقان وماهيش شو اسمها شو اسمها ما ماهيش لا سامحني هزيت موضوع اخر لا مش موضوع اخر يا صابر كونسيبت شو يا وليد حملتوا الناس حاجه اكثر من طلب الناس تطلب يا ولدي لو كونسيبت لو كونسيبت نجم تعمل كتبتها خايبين انا نمشي مع لحظه كتبتها خايبين وما دخلش فلوس لحظه لحظه تعمل في حاجه وتبيع فيها هي حكيت على كونسيبت ضد الطلبه التكحيف باش ما نقولش التسول تكسير صداقات في الديجيتال ولا مرحله اخرى هذيك وفين الموضوع سكرناه واضح سكرنا. واضح به واضح اي واحد بلا قيمه النقاش اغزر لي انا قعدت سكت لانه النقاش هذا موجود تونس كامله وتونس كامله بارتاجي واللي معاه واللي ضد العالم مش كان احنا العالم الكل العالم الكل والعالم الرداءه اكثر من الباهي فلا. انا قلنا عند ناس عندهم قيمه انا واضح. نستعمل واضح. رسمك قبيله ما كملتش انا نستعمل فيه اللي هو انا خدمت على الريزو سوسيو انا نوصل للناس بلي ريزو سوسيو كل سواء تيك توك يوتيوب انستغرام ولا فيسبوك معناها اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك عندي انا كانوا ثلاثه راديوات هذيك تلفزتي هاي اليوتيوب تبغى اما نقص في خدمتي ونهبطها فما كونتينيو يعجبك ما يعجبكش موضوع ثاني ندخل في التسوق ما نمد في حاجه ترى البزنس مش نحل انا يا نمشي واضح صابر صابر يا اخي الحاجات هذيك فما فما حاجه ما عندهاش جمهور هذيك صابر وليد واضح 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 النقاش النقاش مختلف